التقليد التونسي نعرفه التوانسة مش يخرج في الدوزيام تور بقلوتي وطبلبي وباش ترجعك العركة القديمة أنا نسيناها ما بين بقاردة وطبلبة. معناها العمل هذا قلت لك ما يعرفش تاريخ تونس وما يعرفش تركيبة تونس الديمغرافية وتركيبة تونس القبلية وتركيبة تونس الجهوية ما يعرفش مسكين. وأنا قلت لك مرة قلت لك مأساة السياسي التوانسة لا يعرفوا تاريخ تونس لا جغرافية تونس ولا ما يعرف راهو السياسة هي الجغرافية. السياسة نقرأ السياسة هي الجغرافية. اللي ما يعرفش الجغرافية ما يعرفش السياسة. لهنا كان كتلوم على رئيس الجمهورية وهيئة الانتخابات في حد ذاتها. ليش دخل هيئة الانتخابات هي عبد المأمور هيئة الانتخابات. هي عبد المأمور هيئة الانتخابات. قول أعمل هيك هذيك هيئة الانتخابات قال يقول رئيس تعمل. فهمت؟ بلا سلطة لي. تتصور هيئة الانتخابات عندها سلطة؟ تتصورها عندها سلطة؟ ما نتصورش أنا أتصور الناس كل ما عندهاش حتى سلطة. ما شفتها حتى 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 رئيس الحكومة ربي طول حاله امرأة مهذبة وامرأة طيبة وامرأة مثقفة يبدو لا سلطة لها. فهمت؟ أنا عمري ما سمعت أتكلم. أنا سميت الأميرة الصامتة باش ناخدوش هذيك الأميرة النائمة. ما تتكلم. إحنا اليوم عندنا حكومة ما تتكلمش. إيه فما أبو وزراء يخرجوا كمان يحكي. ما شفتش. شكون شفت؟ باش فما بعض الوزرايات كان فما تلقى رسمي للحكومة يخرج ديما يتكلم. يا في الإذاعات في النادي. أنا والله تعب أقول لك حاجة ما عادش حتى أسماء الوزراء ما عادش نعرفهم. والتوانسة ما عادش يعرفوا. هاي عملوا ميكرو تتوارس.